الإسلام في التاريخ إسلامتكم. بسم الله يا الحباب نشط قرن هذه هي جد قرأت الباب هذه بداية الكتاب حلو تعرف دابا تاريخ بلادي كبير موسوعة كتيرة غابة مولاي دريس تاني أمازيغية كنزة معاني والطاسيين مربيين مازال ما نسالي موحدين مرينين وساديين فلساني عناوين باش ختم اليوم بمبرهاني في قرا كاين تاريخنا ملين ولين ماشي غير اجي وقول مغربي انا زين ميعادنا هذا اليوم تعرف فيه اش نسيتي اش خليتي تاريخ بلادي هذا هاك اليوم راك تغنيتي مغربنا المقام للمقام الزهي زيت البلدان تاريخ غزاهي نشر قناني وحنايا في المكان تاريخنا ما تحسبوا بالعوام حضارات بزاف صدقة والفرحة في القلوب صدقة يا ما هم موضوع ببلادنا مغربنا المقام للمقام الزهي زيت البلدان تاريخ غزاهي نشر قناني وحنايا في المكان تاريخنا ما تحسبوا بالعوام حضارات بزاف صدقة والفرحة في القلوب صدقة يا ما هم موضوع ببلادنا بغيت نوضح اللون النغمة فتوى الفنون 12 القرن مقرون شاملة شلة مضمون تاريخنا كنز مكنون هذه قصة بدات بحسن النية جوج عربي أمازيغية هذه قصة روحانية من سلالة نبوية عروقها في أرض أفريقيا اللي داز على الراس يزيدوا تربية باب الجهل يتسد كد وجد في القراوين العلم تحصد في عهد يوسف بن تاشفين وزين بن نفزاوية مدينة مراكش نورات وقوة الكتبية تاريخنا بين يدية في عهد الأسرة العلوية دير يديك في دية نوصلوا جميع هاد الوصية مغربنا المقام للمقام الزهي زيت البلدان تاريخ غزاهي نشر قناني وحنايا في المكان تاريخنا ما تحسبوا بالعوام حضارات بزاف صدقة والفرحة في القلوب صدقة يا ما هم موضوع ببلادنا مغربنا المقام للمقام الزهي زيت البلدان تاريخ غزاهي نشر قناني وحنايا في المكان تاريخنا ما تحسبوا بالعوام حضارات بزاف صدقة والفرحة في القلوب صدقة يا ما هم موضوع ببلادنا سمعوا يا حضار الخبر نحكي لكم ما صار سمعوا يا حضار الخبر يحكي لكم ما صار نشر قرن جت بالحكمة شاد علينا الأرض والسماء كلام الكبار والصغار راكو مع ما تضار كلام الكبار والصغار راهو مع ما تضار لوجه فرحانا بالسماء موعدنا اليوم والفرحة في القلوب صدقة يلا هم نودوا ببلادنا